العمارة اللي فيها الشركة، زي ما انتوا شايفين في سيكيورتي على الباب ما بيفوتش النملة. الشركة دي في الدور الثالث والرابع، وعشان متشمعة عليها حراسة كمان من البوليس. المطلوب ملف أصفر في مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة. والخطة يا سيد؟ العملية دي لازم تتم بالنهار، لأن السيكيورتي بيقفل الباب بعد الساعة 12 بالليل، وملهاش منفذ تاني ندخل منه. إيه خطة الدخول؟ كل شيء مدروس يا ميش ومعمول حسابه. دي عربية شركة الغاز اللي تابعة للمنطقة دي، وده اللوجو بتاع شركة الغاز. احنا هندخل من باب العمارة على اننا من شركة الغاز. طب وال بوني العربية اللي هنركبها جاهزة يا معلم، ومفتاحها اهو ستيشن. والملابس اللي هنلبسها كمان جاهزة، وعليها لوجو الشركة كمان. طب وهندخل الشركة ازاي والحراسة اللي موجودة على الباب؟ سؤال جميل يا ميشو. في شقة واحدة فاضية في العمارة دي في الدور السابع، صحابها مسافرين وجايين بعد بكرة. احنا هندخل على الشقة دي، ومنها هتنزل انت يا ميشو على الشركة تجيب لنا الملف. اصحاب الشقة اللي هندخلها مسافرين وراجعين بعد بكرة، يعني لازم العملية تتم بكرة الصبح. ملهاش حل تاني. بس كده مش هينفع ابقى معاكم في العملية دي، شوفوا حد غيري. معقول؟ ايه اللي بتقوله ده يا ميشو؟ مفيش حد غيرك ينفع يدخل الشركة. طب والظابط فؤاد اللي حاطط عين عليا في كل حتة؟ انت مستنيه الواقعة، وانا مش هسلمه نفسي ببلاش كده. بصوا بقى عشان ننهي، انتوا تشوفوا حد غيري العملية دي، يا اما تستنوا لحد ما فؤاد ده يهدى شوية عليا.